أظهر علاج يعمل على تغيير خلايا الجسم المناعية جينياً قدرة على تقليص خطر تقدم نوع نادر من سرطان الدم بنسبة 74% على ما أظهرت نتائج دراسة حديثة. قد تم إخضاع سيلتاكابتاجن أوتولوسيل العقار المعروف باسمه التجاري كارفيكتي لاختبار ضمن تجربة سريرية شملت 419 مريضا مصابين بسرطان ما يسمى بالورم النقوي المتعدد، ولم تستجب حالتهم لعلاج لينالدوميد الكيميائي الذي عادة ما يوصف للمرضى بهذا الداء، ولم تعد حالات نسبة كبيرة من المرضى تستجيب له وفق خبراء في المؤتمر السنوي للمتخصصين في السرطان الذي استضافته الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو. وعرضت خلال هذا المؤتمر نتائج التجارب، وأظهر كارفيكتي نتائج فعالة بشكل ملحوظ ويمكن استخدامه بأمان في مرحلة مبكرة من العلاج.